يتجدد اللقاء، يتجدد الموعد، وتتجدد الفرحة بلقائكم من جديد متابعينا. أنتم ما تترقبون برنامج ميادين، ميادين الفضاء الذي ننقلكم إليه كل يوم لمتابعة عن كثب للكرة المغربية، وخصوصا البطولة الاحترافية إنوي التي تحبس الأنفاس بتشويق لم نشهده منذ قبل، سواء على مستوى المقدمة أو أسفل الترتيب. كل اللقاء تقريبا جديرة بالاهتمام. على بعد أيام من الديربي الحارق بين الوداد والرجاء، الوداد عمق الفارق عن مطارده وغارمه الرجاء بعدما تفوق برباعية على المغرب التطواني، فيما الرجاء سقط بشكل مفاجئ في برشيد أمام اليوسفية المحلية بهدف للسفر. 6 نقاط أضحت تفصل الفريقين. الرجاء وبعد التأهل من رحب المعاناة للمباراة النهائية لكأس الكاف الأحد الماضي، افتقد للطراوة البدنية للتركيز الضروريين أمام فريق كان يلعب لقاء حياة أو موت للهروب من مخالب القسم الثاني. وفرق أسفل الترتيب تخوض تقريبا كلها لقاءات حياة أو موت، كما هو الشأن بالنسبة لشباب المحمدية الذي عاد بفوز ثمين وغال من طنجة من أمام الاتحاد المحلي ليبتعد عن الرتبة ما قبل الأخيرة ويسلم مفاتيحها لسريع وضم المنهزم أمام المغرب الفاسي ب2-1. آخر لقاء حمل فوزا جديدا للجيش الملكي كان على حساب نادي بركان ب3-1. نادي بركان الذي يعيش موسما للنسيان. قبل أن نشرع متابعينا في الحوار، ندعوكم مجددا لزيارة منصة ميديان بودكاست عند نهاية كل أسبوع. بتجدون بودكاست ميادين في إطار رؤية وقراءة من زوايا مختلفة للحدث الرياضي. زوروا إذن منصة ميديان بودكاست، بتجدون بودكاست ميادين. ننتقل إذن لمحور هذه الحصة وهو البطولة الاحترافية إنوي والحديث عن اللقاءات التي أجريت عن هذه الجولة. ونستضيف بداية ضيفا غاب علينا لأيام ونستعيده بتقدير وحب كبيرين وشكر أيضا. نستضيف صديقنا شكيب جيار المدرب المغربي اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي. سي شكيب مرحبا بك مجددا في ميادين. مرحبا بالأخ فؤاد وجميع المستمعين الكرام. ومعي صديقي فيصل الزاكي. فيصل مرحبا بك مجددا. مرحبا بك فؤاد، مرحبا بوديع وبسي شكيب ومشاهدي ميدان تي في ومتابعي ميدان. ونستعيد ايضا صديقنا وديع واختي وديع، مرحبا بك مجددا. مرحبا فؤاد، تحيه لك ولكل المشاهدين والمستمعين الاوفياء لفيصل ولشكيب جيار. شكرا لكم اصدقائي. اذا ننتقل للحديث عن برز مخلفات هذه الجوله لحد الان. على مستوى مقدمه الترتيب، الفارق اتسع مجددا بين الوداد والرجاء. كان الحديث عن فريق الرجاء البيضاوي بالضبط صديقي شكيب جيار، عن هذه الهزيمة المفاجئة أمام يوسفية برشيد هدف لصفر. ربما لم نكن ننتظر هذه الكبوة الجديدة للرجاء، خصوصا وأنه حط الرحال بمدينة برشيد وبمعنويات مرتفعة بعد تأهل صعب نقول من رحم المعاناة أمام بيراميدز المصري. ما هي قراءتك أنت كمدرب لهذه الهزيمة وهذه الكبوة؟ ربما فريق الرجاء البيضاوي صغر شيئا ما من الخصم ديالو، ولا سيما من بعد النشوه ديال التاهل النهائي ديال كاس الكونفدراليه. فنرتاح الرحل لمدينه برشيد وهو عازم على انه حقق النقاط، وواحد الثقه اللي كانت مفرطه شيئا ما. تفاجئ بفريق منظم بشكل جيد جدا، يعني من بين احسن المقابلات اللي قدم تكتيكيا فريق برشيد، واللي استطاع لانه يجر فريق الرجاء البيضاوي وخلق بعض المساحات اللي قدر يستغلها في فرصه اللي جات، اللي قدر انه يسجل هدف ويحافظ عليه باستمرار. يعني حتى من بعد ديال التصريح ديال مدرب فريق الرجاء البيضاوي بان على انه التصريح ديالو كان مجانب للصواب، لانه هضر على 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 البرمجه في فتره اللي الفرق كلها اندمجت وانسجمت مع البرمجه بشكل كبير. هذا ربما هذا الحديث على البرمجه يمكن كان حتى في الكواليس ديال الفريق، واللي يمكن عند كنت هو كان عنده تاثير سلبي على العناصر ديال فريق الرجاء البيضاوي، بدون ما نصغروا المستوى الكبير اللي قدموه اللاعبين ديال فريق برشيد والعزيمه اللي كانوا كيبانوا لنا. كان بالنسبه لهم مقابله حياه او موت، قدموا جميع ما يمكنوا من ناحيه الجانب الدفاعي بشكل متماسك، وقدروا انهم يحصلوا على النقاط الثلاث. طيب، نقاط ثلاث ثمينه وغاليه جدا بالنسبه لفريق يوسفيه برشيد في هذه الامتار الاخيره من البطوله. فيصل، فريق الرجاء البيضاوي لا يمكن الا ان يلوم نفسه في هذه المباراه، لانه
كانت هناك فرص عديدة للتسجيل، كانت هناك فرصتان لبين مالانغو خصوصا في الجولة الثانية لم يتم استغلالها، سيطرة ميدانية، لكن دعنا نقول أن فريق يوسف ياس برشيد عرف إمتى يقتنص الهدف اللي جاء تقريبا في الربع ساعة الأخيرة من المباراة. نقدر نقولوا فؤاد أن يوسف ياس برشيد نجح في النهج الدفاع ديالو الدفاعي في المباراة، واستطاع أنه يستغل هجمة مرتدة واحدة وإحراز نقاط ثلاث اللي بالنسبة له يعني ثمينة للغاية، كونه هو من أحد الفرق اللي كتصارع على البقاء. فريق رجاء كما ذكر سي شكيب ربما استصغر الخصم المنافس، والرجاء يعني في مرحلة من أحد المراحل الموسم اللي حاسمة وما منحقوش أنه يرتكب الأخطاء، وهنا ربما الانتقادات ستكون موجهة للمدرب التونسي سعد الشابي على بعض الخيارات ديالو في خلال من خلال إقحام بعض اللاعبين. نعم، خلال إقحام بعض اللاعبين، هو بعض اللاعبين يعني وديع تم قرار أنهم يخلدوا للراحة استعدادا لدير يوم السبت القادم ديربي الحارق. لكن هذه الاشكاليه اللي كتوقع فيها كيوقع فيها العديد من الفرق، انك تفكر في مباراه قبل ما تفكر في المباراه اللي قبل منها. يجب اولا انتزاع نقاط الفوز الثلاث امام يوسف تبرشيد، عاد نقدروا نفكروا في الديربي القادم ديال يوم السبت. وفي الحقيقة فؤاد كما ذكرتم ونجمع على ذلك بأن فريق رجاء من يتحمل المسؤولية في التفريط في نقاط الثلاث وسط عزيمة وإرادة يوسف ياس برشيد الذي اختار تكتيكا دفاعيا منذ البداية كما ذكرنا. لكن فؤاد كما ذكرت التفكير في المباريات دائما القادمة هو ما يعني يثير بال المدربين قبل مثل هذه المباريات. لسعد الشابي ربما كان يفكر في الديربي كأن ثلاث نقاط أمام برشيد مضمونة، لكن دعونا نكون صراحة، مدرب الوداد أو مدرب الرجاء لأنهم يمثلان المغرب في المنافسات القارية كانوا بين مطرقة أولا ضغط المباريات وسندان الحصول على النتائج في مختلف المسابقات، فلذلك أعتقد بأن الاعتماد على ثنائي وحيد طيلة مباريات كبيرة كمالونغو ورحيمي، كيف يعقل فؤاد مثلا أن تنتظر من فريق لعب مباراة يوم الأحد تحت أعصاب، ما بالك أن تكون تحت ضغط ذهني وركلات الجزاء تبعناها جميعا، وبعد يومين تلعب مباراة مصيرية ومهمة في الثلث الأخير من البطولة، فبالتالي الاعتماد على الثنائي مالونغو ورحيمي أنهك اللاعبين. حتى مالونغو كما ذكرت الفرصة الثانية لا يضيع مثل هذه الفرص، الفرص الصعبة فؤاد لمالونغو يسجل منها، فبالتالي أعتقد بأن المدرب كان عليها الانتباه إلى هذه المسألة قبل الثلث الأخير من البطولة. لماذا لا يدور المدرب فؤاد منذ مدة طويلة؟ ليس أن ننتظر الثلث الأخير من البطولة. نعم، وهذا يعني هذا هو التساؤل، إن التدوير لا يتم يعني في نهاية الموسم، التدوير يتم في بداية الموسم لما تكون لك بعض اللقاءات التي تستشعر أنت أنها في المتناول، عندك مجموعة من اللاعبين، لأن لما تخوض ثلاث واجهات بالنسبة للرجاء أربع واجهات مثلا، يعني عليك أن تدعم يعني تعمد إلى مبدأ المداورة بين اللاعبين حتى تحتفظ اللاعبين بالطراوة البدنية بالتركيز، لأن شفنا كما ذكرتي الفرصة ديال مالونغو تعطيها ليه 10 مرات يسجلها، ولكن في ظل ربما الضغط النفسي العياء يعني يمكن أن ورجاء سمحت فقط تلعب على أربع واجهات مثلا ولديك رأس حربة وحيد. نعم، نعم، غير مقبول بالنسبة للإدارة التقنية لفريق رجاء يعني الغائب، خط هجوم اللي مشكل من ثلاث او اربعه لاعبين اللي بطبيعه الحال بعض منهم ربما ما قدمش ما هو منتظر منه بلا ما نذكروا الاسماء. طيب بالنسبه لك كمدرب سي شاكيب جيار، هذا الوضع اللي كيتوضعوا فيه المدربين، لان البعض مثلا من محبي الرجاء كانوا كيطالبوا بان يخلد مثلا مالونغو ورحيمي البعض الراحه، والبعض الاخر يطالب باشراكهم، يعني كان الله في عون المدربين ايضا لانهم عليهم قوموا بخيارات، في بعض الاحيان يقومون بخيارات اللي كتعطي الثمار وبعض الاحيان كتكون خيارات فاشله. صحيح، يعني المدرب هو الاقرب للاعبين ديالو طيله الاسبوع منذ بدايه الموسم، وعارف كل عنصر وكل فعاليه ديالو امتى غيكون فعال بشكل جيد. ربما حتى ديال إذا نرجعوا بعد قليل لصديقنا شاكيب جيار، هناك بعض الصعوبات لأن نسمعوا الصوت ديالو. بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، هل هذه النتيجة ستؤثر على معنويات الفريق على بعد دعنا نقول أيضا يومين على اللقاء القادم الحاسم يوم السبت، لأنه الفريق لم يتعود أمامه خيارات عديدة إن أراد التنافس على اللقب والحفاظ على اللقب ديالو اللي حرزه الموسم الماضي أمام الوداد في لقاء حارق اللي فيه الوداد ربما 6 نقاط ربما يلعب فقط من أجل التعادل؟
اكيد ان نتيجه الاخيره للفريق رجاء امام اليوسفية برشيد ستضع ضغط كبير على اللاعبين، خصوصا المباراه المقبله وديربي، يعني مباراه بمثابه 6 نقاط ايضا. نعم. فؤاد، الفارق ما بين الفريقين هو 6 نقاط، الفريق الرجاء سيكون مطالب وملزم بتحقيق الانتصار، النتيجة من غير الانتصار ربما ستحدد هوية البطل بشكل كبير. نعم. طيب نلتقي الآن إلى أسفل الترتيب أصدقائي، أسفل الترتيب، حيث الصراع على أشده بين مجموعة من الفرق، الكل يحاول الإفلات والنفاذ بجلده من مخالب القسم الثاني. الفرق 3 فرق استفادت من هذه الجولة، الحديث عن المغرب الفاسي الفائز على ساريا واتزم، تحدثنا عن يوسفية برشيد بهذا الفوز ديالو على فريق الرجاء، فريق آخر يعني تمكن من الاستفادة هو فريق شباب المحمدية اللي حقق فوز على اتحاد طنجة بهدف لصفر، فوز تهدت المعالم ديالو في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، فوز ثاني في ثالث لقاء يجريه فريق شباب المحمدية مع مدربه محمد فاخر، فوز ثمين جدا لأنه كيسمح لفريق شباب المحمدية أنه يتخلى على المركز ما قبل الأخير وديع وكيسلم المفاتيح كما ذكرنا من فريق ساريا واتزم. بالفعل فؤاد، أعتقد بأن كانت مباراة حياة أو موت بالنسبة لفريق شباب المحمدية الذي خسر الرهان في آخر ظهور أمام فريق الجيش الملكي، فبالتالي لم يكن أي خيار أمام اتحاد طنجة الذي كان هو الآخر ما زال يلعب حظوظه على مركز قاري مؤهل للمنافسات القارية. بالتالي فريق شباب المحمدية منذ الوهلة الأولى فؤاد كان المبادر، كان الذي هو يمتلك الكرة، كان هو الباحث عن تسجيل هدف مبكر. الدليل على ذلك هو انفراد أسامة المليوي بالحارس فريق اتحاد طنجة وإضاعة الفرص بغرابة، لكن صحح ذلك بتسجيل الهدف الثاني. الغريب فؤاد في هذه المباراة هو أن فريق شباب المحمدية سجل هدفا صحيح يحسب له، لكن أيضا خطأ دفاعي كارثي لفريق اتحاد طنجة. 6 لاعبين فؤاد كانوا متواجدين في منطقة فريق الاتحاد طنجة، لا أحد غطى على التمريرة التي أركنها أسامة المليوي كهدف لفريق شباب المحمدية. بالتالي فريق شباب المحمدية حقق 3 نقاط، لكن المهمة ما تزال طويلة لأن الصراع ما زال متواصل وما تزال 6 مباريات فؤاد قد تحدث فيها الكثير من المفاجآت وتتغير المعطيات. نعم تتغير المعطيات، لأننا ربما في ظل هذا الصراع المحموم سواء على سواء مقدمة الترتيب أو أسفل الترتيب، يعني لا زالت هناك 6 دورات، وست دورات يعني بزاف الأحداث تقدر توقع، يعني احنا لسنا على بعد دورتين. صحيح. او دوره واحده على نهايه الموسم، العديد من الفرق لا زالت مهدده وبامكانها انها تكون ايضا معنيه بالنزول، نتحدث مثلا عن الدفاع الحسني الجديدي، عن الفتح الرباطي، لما لا عن نهضه بركان المنهزم امام الجيش الملكي. اذا الامور لم تحسن بعد، يعني كل هذه الفرق وان كانت معنيه فربما العديد من الفرق لا زالت معنيه والامور لن تتضح الا على بعد ربما دوره او لا دوره ما قبل اخره. سي شاكيب جيار، بالنسبه لك انت هذا الفوز ديال شباب المحمديه جرعه اكسجين جديده بالنسبه لهذا الفريق، كما هو الشان بالنسبه للمغرب الفاسي وليوسفيه برشيد، الفرق 3 حقوا نتيجه الانتصار واستغلوا يعني هزيمه ساريا واتزم امام المغرب الفاسي باش ابتعدوا عن المركز ما قبل الاخير. صحيح، يعني الفرق اللي استفدت الفريق المغرب الفاسي ورسيا الفريق المغرب الفاسي وفريق شباب المحمديه اللي قدروا انهم يحصلوا مراكز 11 ومراكز مركز 12 اللي خلاهم نسبيا بعاد من المنطقه، بعدهم من المنطقه رقم 15 اللي غتقول لهم انه جاي مقابلات نسبيا مرتاحين اكثر. ولو ان غادي يشوفوا بعض المواجهات المباشره ولا سيما مقابله اللي غتكون الاسبوع المقبل شباب المحمديه والدفاع الحسني الجديدي اللي غادي تكون مقابله ماشي بالسهل. كاين مقابلات للفرق اللي في الترتيب متقاربين وغادي يكون مقابلات مباشره بيناتهم، وغادي يمكن ابتداء من الدوره 25 الدوره 26 يمكن غادي تبان البوادر ديال الفرق اللي غادي تغادر القسم الوطني الاول. يمكن اليوم كيشرتي الاخ فؤاد من بدايه البرنامج على انه غادي يكون تشويق كبير ولا سيما بالنسبه للفرق اللي غتحاول تحافظ على المراكز ديالها في البطوله الاحترافيه. انوي كنتمنى التشويق هذا يبقى حتى الدورات الاخيره لانه غادي يعطي واحد التشويق اكثر وغادي يخلي انه يبصمه ويأكد على النزاهه اللي عرفتها البطوله في السنوات الاخيره. نعم التشويق بالنسبه لنا احنا سي شاكي بالنسبه للناس اللي يعني غير معنيين بالفرق، ولكن بالنسبه للفرق المعنيه كان الله في عون اللاعبين والمدربين والجمهور اللي بطبيعه الحال كيعيشوا كل المباريات و90 دقيقه ديال المباريات كيعيشوها على الاعصاب ديالهم. لقاء اخر
تجرى، فريق الجيش الملكي قام بخطوة إضافية يعني فيصل نحو المشاركة في المنافسات القارية الموسم القادم بعد فوز بين على حساب نهضة بركان بثلاث إصابات لواحدة. الجيش الملكي اللي يعني مرة أخرى يؤكد أنه استعاد لدين ديالو، لدين ديال الفريق اللي فريق كبير لفريق خصو هذا هو المكان ديالو أنه يكون ضمن الثلاث الأوائل إما مركز أول ثاني أو ثالث. بعد مواسم عديدة فؤاد أخيرا الجيش الملكي ربما انفرد يعني بشكل كبير بمركز الثالث، فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه أعتقد 9 نقاط، إحنا على بعد 6 دورات، فانتصار كان مهم للغاية وضد أحد الفرق اللي تصارع للتواجد على البوديوم نهضة بركان. خسارة أكيد هي يعني ثمينة للغاية بالنسبة للجيش الملكي أمام نهضة بركان الذي يواصل تخبطه في النتائج السلبية. طيب الفريق سي شكيب، فريق الجيش الملكي يعني نقول كما ذكر فيصل 9 نقاط تفصله عن الفريق اللي كيحتل المركز الرابع اللي هو فريق مولودية وجدة وأيضا اتحاد طنجة. خطوة هامة وحاسمة بهذا الانتصار، في المقابل كما نقول موسم للنسيان بالنسبة لنهضة بركان، الفريق اللي عود نفسه السنوات الأخيرة على أنه ينافس على الألقاب المحلية والقارية. فريق النهضة البركانية محتاج اليوم محتاج لدماء جديدة اللي يمكن لها تزيد به الأمام، يعني صراحة الفرق كلها لا سيما في الدورة الأخيرة شفنا أنه الركائز ديال الفريق هي اللي فاش كيكون الفريق ديز واحد ديما موديفيسيل اللي كتلقى الركائز ديال الفريق هما اللي كيتبعوا به الامام. اليوم شفنا فريق النهضه البركانيه العكس اللي شفناه، يعني الركائز ديال الفريق ما استطاعوش ان يجذبوا به الامام، بالعكس بان على انه الركائز ديال الفريق بدون ذكر اسماء انهم كانوا هما اللي كيرجعوا لوراء الفريق لوراء، في ظل وجود بعض الشباب اللي قحموا المدرب واللي ابانوا على العلو كعب ديالهم اداوا مستوى لا باس به. فريق النهضه البركانيه ما كانش خايب في المقابل، في الشوط الثاني حاول ناور استطاع انه يخلق جيل عده فرص ولكن لقى حارس مستوى كبير اللي قدر انه يحافظ على النتيجه ديال المقابله. فحارس كبير اللي هو فريق ياسين الكرد اللي قام بواحد تدخلات كبيره وكبيره في لقاء الفريق ديالو امام رجل المباراه، رجل المباراه يعني من بين الحراس الواعدين ويقولوا الكلمه ديالهم مستقبلا يعني بقليل من الخبره ومن التجربه. طيب حارس اخر اللي هو سيوادي اوتي، حارس من نوع اخر ويحرس لنا الصحف والصفحات ديالها الرياضيه في هذه القراءه لابرز ما اصدرتها الصحف وديع. والمستهل فؤاد بتصفح جريده التخصص الرياضي المنتخب والتي خطت العنوان التالي على صدر صفحتها الرئيسه: الديربي 30 بعد 100 لتحديد معالم اللقب. المنتخب استعرضت سياق ديربي السبت المقبل بين الغريمين وفارق 6 نقاط بينهما، الوداد المتصدر لحسم اللقب بشكل كبير والرجاء المطارد المباشر للعودة إلى معترك تنافس. ارتباطا بالبطولة الاحترافية المغربية دائما، نقرأ هذه المرة في جريدة الأحداث المغربية العنوان التالي: الكعبي يعيد التشويق لسباق الهداف. اليومية أوردت أن مهاجم الوداد أيوب الكعبي عاد إلى تقاسم صدارة الهدافين مع نجم الرجاء بن مالونجو ب14 هدفا بعد هدفيه في المباراة الأخيرة ضد المغرب التطوانية. نغير الوجهة اللحظة صوب يومية الصباح حيث نقرأ العنوان التالي: احتقان بالكاف. الصباح كشفت أن نائب الكاتب العام أنطوني بافوي قدم استقالته لأسباب شخصية، في حين ربطت العديد من التقارير الصحفية هذا الرحيل بالطريقة التي تدار بها الأمور داخل الكاف من قبل الرئيس موتسيبي. ونختم جولتنا المعتادة من صحيفة المساء التي اهتمت بمستجدات المنتخب المغربي للفوتسال. الصحيفة الورقية أوردت أن أسود القاعة ستخوض 3 وديات جديدة ضد كل من صربيا والباراغواي وكوستاريكا في إطار التحضير للمونديال المرتقب شهر شتنبر المقبل. عودة إليك فؤاد. شكرا لك وديع، والتساؤل يبقى مطروحا حول الهداف وديع، 14 هدف فقط بالنسبة للهدافين ديال البطولة المغربية كونغولي بين مالونغو وأيوب الكعبي، متى
متى سنرى تحطيما للرقم القياسي الذي نازل بحوزة الهداف الأسطوري محمد البوساتي 25 هدف؟ من الصعب جدا صامد. علاش صعب؟ لا يعني من الصعب لما نرى ان ميسي وان رونالدو كيسجلوا 34 هدف في البطولات الاجنبيه، خصوصا ما يتبقى ست دورات صعب. لا هذا الموسم احنا ربما انا ما كنتش الموسم على مواسم قادمه 25 هدف رقم ليس بالاعجازي، ولكن لحد الان تشي واحد ما قدر يعني يكسر هذا الرقم. وكاضافه نختم بها فؤاد فقط بخصوص جماهير الجيش الملكي، هي الان تتحدث عن ارقام خياليه مع البلجيكيين. سفين فان دين بروك الان يقود ربما الفريق الى كاس الكاف، قبله مويس المدرب البلجيكي. نعم. هو الذي فاز بكأس العرش 2009 على ما أعتقد، وقبله أيضا بينيرو الذي كان هو مدرب بلجيكي آخر. نعم. الذي قاد الفريق إلى كأس الكؤوس الإفريقية وكأس العرش. إذن المدرسة البلجيكية تلائم كثيرا فريق الجيش الملكي. شكرا لك وديع أحتي، شكرا فيصل الزكي، شكرا موصول لصديقنا شكيب جيار من مدينة فاس من العاصمة العلمية كما نقول دائما. للحديث بقية إلى الملتقى، الموعد يتجدد يوم الغد في حلقة خاصة عن الديربي 130 بين الوداد والرجاء. إلى الملتقى يوم الغد بحول الله.